المعارضة الفنزويلية تخفق في عقد جولة جديدة للحوار مع الحكومة أمس الثلاثاء، وجهود الوسطاء من الفاتيكان ومنظمات مدنية أمريكية وغيرها لم تنجح بكسر جليد. الطرفان على طرفي النقيض، المعارضة تطالب بخلع الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تؤكد السلطات على أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته عام 2018. لم يعقد اجتماع مع الحكومة اليوم. هذا الاجتماع المفترض بحضور الوسطاء الذين قدموا اقتراحات لتفعيل وإعادة إطلاق عملية الحوار المفيد للبلد والمثمر. الإفراج عن المعتقلين السياسيين هو أحد أبرز المطالب المباشرة لدى المعارضة، فيما فنزويلا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة جراء الكساد وتراجع أسعار النفط وتفشي الفقر والعوز للمواد الأساسية. الحكومة البوليفارية في فنزويلا لا تخضع ولا تقبل بأي إنذارات ولا تقبل بأي نوع من الضغوطات من قبل أي سلطة في العالم. موقف الحكومة لم يتأثر بفضيحة صفقة المخدرات على يد أقرباء الرئيس.